على طريقة القتل، على طريقة السمن من أيام الهكسوس في الحرب العالمية. أوكي؟ إحنا ده اللي عايزينه. سيبونا نعالجهم بفلوسنا. إحنا اللي بنعمل عمليات. مش عايزين أي شركة أجنبية تخش تعمل لهم تعقيم كمان وبتنزعوا علينا. لأ. لا بيقولوا لنا ليه ممكن تعملوا شيلتر؟ مش يا سلام، ما هم موجودين الشيلتر موجود بس مش قبل مصر كلها شيلتر. مش كده يا مسيو؟ أقصد حاجة أقول لك إيه، سكري الناس زي ما بتاع إمبارح، مش عايز أقول كلمة، تأكيد الغلابة، وأنا قلت الغلابة خليفة طول النهار يا حبيبي، أنا مالي. منتشر مصدرك ايه؟ بيضحكوا عليكم والله بيضحكوا عليكم. انا اقول لكم بيضحكوا عليكم عشان تيجوا وتعملوا دوشه وكده. عندك اصلا عشان تطلع افرض الزراعه مش سد، عشان تطلع دي مينا او مطار، في كام جهه شغاله في مينا او المطار؟ صادرات واردات، جمارك، جوازات، امن مواني، وعفش وشد. حد اسالوا اي حد فيهم قولوا لهم طلعت بانه مين وانه مطار الحاجه. طب وطلب الاحاطه اللي النائبه منى منير قدمته يعني هيترد عليها؟ هيترد عليها؟ رد عليها؟ رد عليها؟ رد عليها في طلب الاحاطه؟ رد الشعب؟ الكلام ده جبتوه من فين؟ طب وانتوا ليه ما بتنشروش الكلام ده؟ امبارح انتوا اتفرجتي بالليل على ام بي سي مصر، كان معانا مريم، الكلام ده كله هي امبارح منع اسمع هاتوا برنامج ام بي سي مصر. طب وليه ما بتنشروش ده على الصفحات الرسميه بتاعتكم؟ بس ده دوركم يبقى في شفافيه. ان انتوا تقولوا شفافيه هو اصلا ايه اللي حصل عشان يبقى مش شفافيه؟ يعني يطلع حتى يعني معاملات الدوله او معاملات